بوتين يخشى الاغتيال، فعين مسؤولاً خاصاً عن الغسالة الشخصية. هذا ما نشرته صحيفة التلغراف البريطانية بدعوى محاولات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين حياته. الصحيفة البريطانية نقلت المعلومات عن فيتالي بريغاتي، وهو أحد حراس بوتين الشخصيين، الذي انشق العام الماضي إلى الإكوادور بعد الحرب في أوكرانيا. يقول حارس بوتين المنشق إن زعيم الكريملين في ارتياب دائم من التعرض للاغتيال، لدرجة أنه يوظف أحد حراسه الشخصيين كمشغل للغسالة في منزله السري المسمى أوليفي في شبه جزيرة القرم، حيث كان يعمل فيتالي معالجاً للكلاب. زعم فيتالي كذلك أن الزعيم الروسي لم يثق تماماً بحراسه، ودائماً ما يقدم لهم معلومات خاطئة حول تحركاته. التلغراف نقلت أيضاً أنه يتم نشر غواصين مسلحين بانتظام للسباحة في شواطئ بوتين الخاصة بحثاً عن متآمرين، وهذه هي الدرجة التي يخشى فيها على حياته. Thank you.